خلال 45 عاماً الماضية تمكنت عمان من إنجاز نسبة عالية من بناء الدولة العصرية حسب ما رسمه لها باني نهضتها الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أكد بأن بناء الدولة العصرية تم من خلال خطوات مدروسة متدرجة وثابتة تبني الحاضر وتمهد للمستقبل. شهد ولجين وشمة نماذج مشرفة لثمار العملية التعليمية في سلطنة عمان، حيث كان التعليم ولا يزال ضمن أهم الأولويات الوطنية والتي شهدت مراحل متلاحقة من التحديث والتطوير. حصد مشروع دعم الحياة على المريخ الجائزة الخاصة في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء عام 2015 ضمن أكثر من 1700 مشروع من 75 دولة من مختلف دول العالم. فبعد أن بلغ عدد المدارس في 2015 1077 مدرسة موزعة على مدن وقرى السلطنة، تتجه وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة التعليم وتطوير المخرجات التعليمية لتتناسب مع الطفرة العالمية في المعارف والتقنية والعلوم. واستكمالاً لحلقة التعليم والتأهيل، فقد تزايد الاهتمام بمؤسسات التعليم العالي كونها المستحوذة على النسبة العظمى من مخرجات الدبلوم العام، وذلك برفع معايير الكفاءة للكليات والجامعات الحكومية والخاصة. فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في محافظة مسقط 29 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة متنوعة بين جامعات وكليات ومعاهد، بينما تتوزع 30 مؤسسة تعليمية أخرى في محافظات السلطنة الأخرى. وتستقبل هذه المؤسسات التعليمية سنوياً ما يزيد عن 30,000 طالب، ويتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها 100,000 طالب وطالبة في تخصصات متنوعة تنمي مهاراتهم وقدراتهم لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهم في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني. جامعة السلطان قابوس التي استقبلت أول دفعة لها في عام 1986 أخذت زمام الريادة في التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز مبادئ التحليل العلمي والتفكير الإبداعي والمشاركة في إنتاج المعرفة وتطويرها ونشرها والتفاعل مع المجتمعين المحلي والدولي. ولأن تطوير المنظومة التعليمية لا يتوقف، فقد جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء جامعة عمان لتكون جامعة رائدة في تعزيز الإبداع والابتكار، وتلبي الطلب المتزايد في القطاعات الهندسية والتقنية الحديثة والقطاع اللوجستي الواعد. القطاع اللوجستي هو كذلك محط اهتمام وزارة النقل والاتصالات كهدف استراتيجي تسعى لتطويره ضمن مراحل متعددة. ففي العقود الماضية انصب اهتمام الوزارة على تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية، والذي أثمر بحصول السلطنة على المرتبة الثالثة عالميا في جودة الطرق وفق تقرير التنافسية العالمية. ومع استمرار تطوير شبكة الطرق، تسعى الوزارة لتحقيق التكامل المنشود في خدمات النقل في السلطنة، وقد اتضح ذلك جلياً
في الافتتاح المبكر لمطاري الدقم وصحار، حيث تحتل هذه المطارات أهمية خاصة لما تقدمه من خدمات لوجستية لأهم المناطق الاقتصادية في السلطنة. كما تم افتتاح التوسعة الجديدة لمطار صلالة ليستوعب أكثر من 2,000,000 مسافر. وتقضي الخطة اللاحقة في التوسعة أن يستطيع المطار استيعاب 6,000,000 مسافر سنوياً. وبعد أن كانت الرحلات لمطار صلالة مقتصرة على الرحلات المحلية، يرتبط المطار الآن بالعديد من الرحلات اليومية لمطارات دولية. كما سيسهم مطار مسقط الدولي الجديد في زيادة طاقة المطار لمناولة 12,000,000 مسافر سنوياً، بالإضافة إلى التوسعات المخطط لها في 3 مراحل لاحقة لتعزز قدرة المطار السنوية إلى 24,000,000 مسافر سنوياً في المرحلة الأولى، ثم إلى 36,000,000 مسافر سنوياً في المرحلة الثانية، و 48,000,000 مسافر في المرحلة الثالثة لتلبية الزيادة المستقبلية. وإلى جانب المشاريع المتميزة في الطرق والمطارات والموانئ، بدأ العمل الفعلي نحو إضافة رافد آخر لمنظومة النقل في السلطنة، متمثل في مشروع سكة الحديد، والتي من المتوقع أن تقدم خدمات لوجستية فريدة في نقل الأفراد والبضائع وربط المناطق الاقتصادية والتجارية المهمة والمنافذ البرية والبحرية، لتقديم خدمات لوجستية بمستويات عالمية. وتقتضي الخطة اللوجستية لوزارة النقل والاتصالات كذلك على إنشاء منطقة لوجستية مركزية في محافظة جنوب الباطنة، والذي تعقد عليه الآمال بأن يستغل الموقع المتميز لسلطنة عمان، والذي مكنها من لعب أدوار تجارية متميزة على امتداد الحقب التاريخية. خلال الأعوام الماضية كان التركيز الأكبر على توفير الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد المؤسسات الصحية، لا سيما المراكز والمجمعات الصحية. وقدت مرى هذا الاهتمام بالصحة الأولية، فحصلت وزارة الصحة على جوائز عديدة، أهمها جائزة جلالة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية في 2010، المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة في الخدمة العامة في 2012، المركز الأول في جائزة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2013. وبعد هذا التميز في أساسيات الرعاية الصحية، يتجه اهتمام الوزارة للرعاية الصحية المتقدمة والتخصصية. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المدينة الطبية، والتي من المقرر أن تقام في مساحة تبلغ 5,000,000 متر مربع، لتكون أحد أهم المشروعات الصحية في السلطنة. ولأهمية توفير الرعاية الصحية، تتكاتف مؤسسات الدولة لتطوير المنشآت الصحية. وفي هذا الإطار فقد بدأ العمل على مستشفى الشرطة، والذي سيكون ضمن أكبر المستشفيات في السلطنة لكافة التخصصات الطبية. ولتعزيز الدور البناء للأجهزة العسكرية في خدمة المجتمع وتطوير الخدمات الحكومية، تسعى المؤسسات العسكرية لرفع كفاءة طاقتها البشرية لتتماشى مع المتغيرات العالمية والاحتياجات الحديثة. وفي هذا الصدد تم إنشاء كلية للدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع تحت مسمى كلية الدفاع الوطني، لرفع المستوى العلمي والمعرفي للقادة العسكريين
لصياغة السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات الوطنية وإدارة الأزمات بكفاءة عالية. كما تم افتتاح الكلية العسكرية التقنية على مساحة تبلغ 1,000,000 متر مربع لرفد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بالكوادر البشرية المؤهلة في كافة التخصصات الهندسية والتقنية الدقيقة. وفي خطوة رائدة ومميزة جاء إنشاء كلية الشرطة في ولاية نزوة عام 1980، والتي تم تغيير مسماها إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة. منذ بداية النهضة المباركة، كان قطاع النفط والغاز الرافد الأبرز للاقتصاد العماني والمحرك الأكبر لعجلة التنمية، ولذلك فقدولته الحكومة بالغ الاهتمام لتطويره وتزويده بالكوادر البشرية المؤهلة. في يوليو عام 2015، ولأول مرة في تاريخ السلطنة، تجاوز إنتاج السلطنة من النفط حاجز 1,000,000 برميل، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في مجال النفط 100 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات القادمة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة النفط والغاز، والتي تهدف كذلك إلى توفير من 10,000 إلى 15,000 فرصة عمل بشكل مباشر، إضافة إلى الوظائف المساندة. أما في مجال الغاز الطبيعي، ففي خطوة إيجابية تتقي بصناعة الغاز في السلطنة، اندمجت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال لتأسيس شركة واحدة باسم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومقرها ولاية صور. ومع تنامي قطاع النفط والغاز، تضع الحكومة نصب أعينها تنمية القطاعات غير النفطية لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه إنشاء 9 مناطق صناعية حرة في أنحاء مختلفة من السلطنة. منطقة صحارى الاقتصادية تقع في موقع استراتيجي هام بالقرب من خطوط التجارة العالمية، وقد جاوزت الاستثمارات المنفذة أكثر من 21 مليار دولار أمريكي، أهمها ميناء صحار الصناعي ومصفاة صحار ومصنع الألمنيوم ومصنع عمان بروبيلين وغيرها. أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فتعد استغلالا مثاليا للشواطئ العمانية المفتوحة على المحيط الهندي. فبعد تشغيل الحوض الجاف الذي يعد ثاني أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، تأتي جملة من المشاريع الاقتصادية الضخمة لتسهم في تنشيط هذه المنطقة الفريدة اقتصادياً وسياحياً. وإلى جانب الاهتمام بتنويع الاقتصاد، هناك اهتمام مكافئ لتنويع مصادر الطاقة. وبما أن شمسنا الساطعة تجعل عمان واحدة من أعلى الكثافات الشمسية في العالم، فقد أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء أول رخصة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في ولاية المزيونة. ولكن الخطوة الأبرز في هذا الاتجاه جاءت من شركة تنمية نفط عمان، والتي وقعت مع شركة أمريكية متخصصة لإنشاء محطة مرآة كأكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. We'll be right back.
المقومات السياحية متوافرة في السلطنة بشكل فريد، فقد اجتمعت فيها الطبيعة الساحرة والتراث العريق والثقافة المتنوعة والخدمات السياحية المميزة. هنا في محافظة مسندم يتعانق الماء والصخر، وتلتقي مياه بحر عمان مع الخليج العربي لتشكل لوحة طبيعية ومنظرا خلابا يغري الكثيرين لزيارتها وممارسة هواياتهم المفضلة في الغطس والصيد. ومن الشواطئ الجبلية في مسندم والجبال الشاهقة في الداخلية وعلى الرمال الذهبية في الشرقية، مرورا بمواقع التراث العالمي في الظاهرة إلى أجواء خريف ظفار الاستثنائية في شبه الجزيرة العربية، حيث تتحول السهول والجبال إلى مسطحات خضراء بداية من 21 من يوليو إلى 21 من أغسطس من كل عام. جميع هذه المواقع تشكل ثراء سياحيا للسلطنة. ومع التوجه المتسارع نحو السياحة، هناك حرص على الهوية الثقافية والموروث الحضاري للسلطنة. لذلك فقد أولت الحكومة اهتماما بإقامة المهرجانات السياحية، وإنشاء المتاحف الحديثة التي تعرف الزوار والأجيال الناشئة بتاريخ عمان العريق كواجهة تعريفية أولى بتاريخ عمان. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بوضع حجر الأساس لمتحف عمان عبر الزمان، ليكون مصدراً مميزاً لتوثيق الحقب التاريخية المختلفة بكل تفاصيلها المجيدة. ومع اهتمام السلطنة بموروثها الحضاري، جاء الالتفات العالمي حول الإرث الحضاري العماني العظيم، حيث تم اختيار نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 تخليدا للدور التاريخي المشرف الذي لعبته هذه المدينة العريقة في نشر الثقافة الإسلامية جيلا بعد جيل. تنتشر في ربوع عمان تقف شامخة لتحكي قصصا من الصمود والعزة والفخار، وتسطر صفحات من التاريخ العماني القديم. لم تكن القلاع والحصون مجرد مبان دفاعية فقط، بل كانت منارا للعلم والمعرفة وممارسة الشورى والحياة الديمقراطية والأنشطة الاجتماعية، والتي توفر لزائر اليوم فرصة فريدة لتجربة ومعايشة التاريخ. ومن عبق الثقافة العمانية الأصيلة والتي تؤمن بأهمية الحوار والأخذ بالمشورة، فقد تمسك جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بهذا المبدأ، وراح يجوب البلاد في جولات متتالية لكافة ولايات السلطنة ليستمع للمواطنين ويقترب من همومهم اليومية. ثم حول جلالته هذا الفكر إلى واقع ملموس يتماشى مع طبيعة العمل المؤسساتي الحديث، فأمر بإنشاء المجلس الاستشاري، والذي تحول لاحقاً إلى مجلس الشورى،
ليعكس تجربة ديمقراطية عمانية فريدة تتناسق مع طبيعة المجتمع وتتطور بتدريج محكم ومدروس. وبالإضافة إلى مجلس الشورى، فقد تطورت منظومة المجالس الوطنية في عمان لتشمل كذلك مجلس الدولة والمجالس البلدية، والتي تتقاسم الأدوار لتعزيز المساهمة المجتمعية في بناء الوطن. إن الحكمة العمانية الضاربة في جذور التاريخ والسماحة العمانية التي ربطت العمانيين بشعوب العالم منذ القدم تحولت إلى مدرسة فكرية وسياسية جذبت أنظار العالم بعد أن أرسى دعائمها قائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأساسها السلام وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وبفضل هذه الرؤية المتزنة والسياسة الحكيمة، فإن عمان تتمتع بعلاقات ودية مع الجميع، وتربطها علاقات حسن الجوار مع جيرانها في جو يسوده الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كما كان للسلطنة دور ملموس في حل كثير من النزاعات والأزمات في المنطقة، والتوسط للوصول إلى حلول تحقق السلام والأمن لشعوب المنطقة، كرسالة إنسانية اختارت عمان أن تحملها للبشرية جمعاء، أساسها الحفاظ على حياة الإنسان وأمنه وكرامته.